هاي ليديز، عاملين ايه النهارده؟ هنعمل فالنتاين ميك اب. بس كده يلا نبدا. اول حاجه عملتها حطيت النانو تريت سيروم، بعد كده حطيت السيراميد اي كريم، وبعد كده حطيت السيرافي لوشن. وبعد كده استخدمت البالت دي من وايت سينما وعملت بيها اي لاينر فوشيا، هرسم وينج كده من اخر العين. وبعد كده رسمت العين من قدام. وبعد كده استخدمت الفاونديشن ده من لوريال انفاليبل، الشيت بتاعتي 15. بعد كده استخدمت الكونسيلر ده من ميبيلين، الدرجة بتاعته 16. بعد كده استخدمت الكريم بلوش ده من اسانشيلز. وبعد كده استخدمت الايلاينر ده من ريمال ورسمت بيه خط رفيع خالص. وبعديها استخدمت الماسكارا دي من اماندا اسمها ميجا داش. وبعد كده بشويه كونسيلر صغيرين وفرشه رفيعه رفعت المدمع بتاع العين. وبعد كده هستخدم اللوس باودر دي من بلادي واثبت بيها وشي. وبعد كده هستخدم الكومباكت باودر دي من فلورمار، الدرجة بتاعتها 97. وبعد كده استخدمت البلاشر ده من اماندا ميلانو، الدرجة بتاعته 37. وبعد كده استخدمت البلاينر ده من سيبال، الدرجة بتاعته 04. وبعد كده استخدمت الليكود لبستك ده من مابيلين سوبر ستيت، الدرجة بتاعته 65. وبعد كده استخدمت الكحل ده من مابيلين برضو، الدرجة بتاعته 911. وبعد كده استخدمت ماسكارا الحاجب دي وان انا سرحت بيها حواجبي من اماندا. وبعد كده استخدمت الهايلايتر ده من أفرا وحطيته في أول العين، بينور العين كده وبيدي شكل تحفة. وبس يا حلوين، ده الفيديو بتاع النهاردة. قولولي رأيكم فيه تحت في الكومنتس، ويعملولي فولو على الانستجرام وعلى تيك توك، هسيب لكم اللينك بتاعهم في الديسكريبشن بوكس. وبس كده، باي.